لو عايز تعمل معايا ترند زي ده. حلوة بالليل الكحل على عينيك، الواد بيعدي بس ما دخلش فيني، كف مطمطين واقف على جنب، وقلبي المسكين تعبان ماله ذنب، احسبها من جوف محسبش من بر، تسألني مشغول ارد من فضل. كمل معايا الفيديو للاخر. اول حاجه اخواتي هنفتح برنامج كوكات، هيظهر معانا بالواجهه دي، هنختار نيو بروجكت ونختار المقطع اللي في اول الفيديو، لو عايزينه ابعتوا لي على الانستجرام ابعتوا لكم على طول. وبعد ما ضفنا المقطع زي كده اخواتي هنضيف اربع صور هضيفهم وارجع لكم تاني على طول. زي ما انتم شايفين كده اخواتي بعد ما ضفت الاربع صور نبدا ان احنا نضيف الصوت بتاع الفيديو، هتدوس على اد اوديو الفولدر ده. بعد ما ضفنا الصوت زي كده نبدا ان احنا نظبط الثواني بتاعه الصور. اول صوره هتبقى 9، تاني صورة هتبقى 1.2، 1.2، تالت صورة هتبقى 1، رابع صورة هتبقى 0.2. بس كده اخواتي بعد ما ظبطنا الثواني هنبدأ ان احنا ندوس على الماينس اللي بين الصور ده، خش على اليمين هنلاقي حاجة اسمها بلاك فيد، هندوس عليها ونحدد الكل، ندوس على علامة الصح ونبدأ نظبط الانيميشن بتاع الصورة. ندوس على اول صورة اختار انيميشن كومبو، تخش على اليمين هتلاقي اول افكت لون اصفر كده، نختار واحد والتاني، وتالت صورة يبقى رقم 1، رابع صورة يبقى رقم 2. بعد ما خلصنا زي كده نبدأ ان احنا نضيف الاهتزاز بتاع الفيديو، ندوس على افكت فيديو افكت، خش كده نلاقي حاجة اسمها بيزك، اختار شيك، صح، حدد على الفيديو كله. لو الاهتزاز عالي زي كده هنبدأ ان احنا ندوس عليه ونختار ادجاست ونقلل السبيد، خليه مثلا ايه 15، وهنا نخليه مثلا ايه 18 عشان تبقى معانا زي كده. وبس كده دي هتكون نهاية شرح فيديو النهاردة. وبعد ما نخلص الفيديو زي كده نسيبه من فوق زي ما احنا عارفين. وبس كده يا اخوات ده هكون نهاية شرح فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ينزل لنا على القناة. ولو عايزين اي شروح حتى انا اكتبولي تحت في الكومنتات، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.